vedem centrarea lui Emegara pentru Mihai Costea. Rea spectaculos, gol! A doua reușită consecutivă. Ce gol marchează super execuție din partea lui Mihai Costea. Execuție extrem de dificilă, execuție pe care Mihai Costea o încearcă de câteva partide încoace. Iese de această dată de tânărul internațional al Stelei, Gargorov cu capul pentru Dina, mai departe acesta pentru sprintul lui Mihai Costea. Mihai Costea este în careu, vine Gargorov la primire, continuă Costea, gol! عم
اخر النهائي لكن شوف بابا بكل سهوله لعبها الى نهائي رباعيه كلمويه في مرمى جبل حصن هنا في ملعب جبل حصن نتيجه روح تابعه يا سلام بابا ويقف يحاول يتلاعب دفاعات نادي الخليج والكره الماضيه هنا المتابعه اوه هدف يكفي هذا اللقاء هنا تمريرة السنغالي بابا ويغو ويبحث عن إثبات جدارته في هذا اللقاء هنا للروماني هدف ثاني يأتي عن طريق يقدم نفسه أمام من سوف يحكي أمام من يا له من سيناريو يا له شوف نهاية علقها قوية في نفس المكان اللي حطها ياسر من ضربة حرة مباشرة حطها نهائي من ضربة جزاء فريق اتحاد شباب ضربة ركنية الركنية نفذت الكرة عالية المحاولة رأسية كرة قوية جول هدف ثالث يحتاج ان يكون يعني لاعب موجود في خط الدفاع لكن نهاية الهدف هذه خطيرة الفرصة موجودة استلام جيد بهدوء بعد ذلك الكرة للأمام خطيرة جول الاتحاد يتقدم أولا عن طريق الروماني ميهاي الكسندر الاتي يعلن التحدي من كرة كانت مخادعة وبالتالي شوف المدافع خادع حارس المرمى